بلاي اكيد حصه خاصه بتاهل منتخبنا البارح، باش نحكيو اكثر امور فنيه واهم ما صار في المقابله البارح مع ضيوفنا كما قلت سامي العكري. مرحب بك من جديد سامي. بعد شويه ايضا يلتحق بنا محمد سليتي اللاعب الدولي السابق. سامي خلينا ناخذ رايك في المقابله كالعاده قبل ما ندخلوا في الديتاي اكثر بشوي بشويه، كيف شفت الماتش البارح؟ والله المباراة هذه بالنسبة لي أنا في الكونتينيوتي نتاع التصفيات نتاع كأس أفريقيا، في الكونتينيوتي نتاع الكان، جوج ماتشات ما شفناش فيهم الفريق الوطني، معناتها غريبة، سي فيريتابلومون غريبة، معناتها ما شفناش الفريق الوطني. مرات في الكورة نجم ترشح الكأس عالم لكرة القدم لكن ما تلعبش كرة قدم. بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا صحيح ثم يقولوا واقفين واقفين بالكذا، شو معناتها واقفين بالكذا؟ واقفين بالكذا المالي ماركيت بونت وكانت نجم تمركي معناتها أهداف أخرين، احنا ما جاتنا حتى فرصة. ماركيت مالي ماركيت مالي ونحاول البونتو يوفجو اي نحاول بون شوف ارجو ولا لو جو ما يتحسبش في الكوره اي هي لا لا معناتها شوف شنو تشكك في البونتو نتاع مالي معناها فما فما بيان سور انا بور موا سي ان بوت ريغولي فما فار راهو فما اي سان بيت لا لا والفار من البرتغال ودي تكنولوجي نتاع الخطوط و30 كاميرا تصور وتشكك في البونتو سامي كل اللي شافوا المباراه وكل اللي شافوا الهدف هذاك يشكلوا في قرار التحكيم كل ذي من النسبيه قرار الفار دونك يقول لي واقفين بالكدا، واقفين بالكدا بارابور اكوا؟ واقفين بالكدا ماركينا بونتوات، نحنا جاتنا فرص، قلقنا المنافس كما يلزم نقلقوا المنافس، لذا ثم شيئين يلزموا نفصلوهم على بعضهم، سينو ما نوصلوا حتى النتيجة وما وصلنا قبل حتى النتيجة. الترشح حاجة، شنو هي قيمة الفريق هذايا؟ شنو هي كرة القدم معناتها اللي قدمها الفريق هذايا؟ نقاط استفهام كبيرة ياسر، ونقاط الاستفهام الكبيرة ياسر هذه مش تبعنا أيضا لنهائيات كأس العالم. إي التحق بنا محمد سليتي في المباشر، مرحبا محمد، أي تفضل تفضل خليني ناخذوك على الطاير. عندك ورقة صفراء زي أعطيتك الحكم على التأخير. باهي كمل خذ بلاستيك سامي، أما أهم معناتها أوكي ما لعبناش بالباهي لكن المهم هو التأهل. في بيه انت اما تفضل معناها يقول لك العب بالباهي وما ترشحش والا ما تلعبش بالباهي وترشح. لا لا هذه متفهم شو شوف المبدا هدايا المبدا انك يلزم تترشح هذايا المبدا هدايا متفاهمين فيه. تنجم تكلم لاعب ولا تنجم تكلم مدرب ولا تنجم تكلم اطار اداري ولا تنجم تكلم محب تقول له انت معناتها شنو اللي تفضل. الصحافي والملاعبي والفني يفضل انه تكون ثم النتيجه الترشح وتكون ثم كوره. ما معناتها هذاك معناتها سيديان ما يلزمناش معناتها اون دي بلاس المشكله هذه كيما عملناها قبل ونعرفوا بعد شنو جرى في نهائيات كاس العالم ولا في نهائيات كاس افريقيا. يعني يلزمنا نترشحوا يلزمنا نترشحوا باهي هنا ترشحنا للمره السادسه. فماشي اليوم انسان فني ولا انسان يعرف الكره يقول لك شكون شنو باش تكون النتائج نتاع الفريق الوطني في قطر وشنو هي الامكانيات نتاع الفريق هذايا ونمشي لك اكثر من هذا شنو هي المارج دو بروغريسيون نتاع الفريق هذايا اللي اللاعبين هذوما نشوفوا فيهم معناتها في المشهد عندهم اربع خمس سنين هذوما هما نفس الشيء. نرجع نحكيو باك في تفاصيل خلينا ناخذ راي محمد في الماتش نتاع البارح. مرحبا بك استاذ محمد. وبيك خويا مرحبا سلام مرحبا بسامي خويا عندي برشا ما شفتوش 10 عندي برشا ما شفتوش يا مازال جميل محمد كيف شفت الماتش البارح؟ والله شوف ما نحكوش يعني مش نحكوا كوره نحن نحكوا قبل كل شيء نحكوا بسيشيك الكوره خاطر ما فماش برشا كوره باش تحكي عليها اول حاجه كيما كنت نسمع فيه يعني ما تنجمش تحل الماتش يمكن تحل حاجات بسيطه يمكن تحل كوتي معينه في الحاضره في الماتش البارح اللي كوتي نقطه القوه نتاعنا احنا اللي هي مليو تيران الحاجات الاخرى من بعد نحكيو عليها لان فما سلبيات لكن السلبيات هذه سيء نحات ما عادش تويكا نحن مش نحكيو يقول لك ان العبره بالخواتيم تويكا نحن ترشحنا سي يعني انت احنا جينا لهنا تويكا مش نفرحوا مع ليكيب ناسيونال مش نفرحوا مع الجوارات استرس الكل تنحات نتاعهم هما استرس اللي كان في كوبا راب تنحات اللي في كوب دافريك تنحات اللي عليهم باش الكاليفيكاسيون تنحات يعني تويكا قاعدين
حق ليهم باش يرتاحوا، حق ليهم باش نشكروهم، حق ليهم باش اللي هما نشكروهم علاش عايشونا البارح ليله شبابه، ليله مزيانه، ليله نسينا فيها برشا هموم، حتى الشارع الرياضي نسى الحاله الاجتماعيه اللي فيها البلاد، برشا حاجات يعني ايجابيه نبنيو على هذايا. نحن عندنا تويكا وقت طويل باش نداركوا الاخطاء ونداركوا النقائص وكذا، من هنا الكوب دي موند، خلي يرتاحوا شويه من البريسيون اللي صارت عليهم. المهم اللي هما فرحونا ترشحوا، كما قلت لك يعني الكونكليزيون اللي احنا ترشحنا هذا هو الفائده. اللي يمكن في الماتش يعني ما شفناش حاجات برشا يعني حاجات يعني مش نحلوهم ومش نحكيو فيهم برشا يعني قلت لك فما نقايس، فما برشا نقايس، لكن المهم تويكا صار اللي هو الحمد لله. تو نحن قاعدين نحكيو على الفرحه اللي عايشونا فيها البارح، نشكرهم ونقفوا معاهم تويكا فور لومون. بي سامي كي العاده نحس نظرتك تشاؤميه شويه للمقابله، انت مثلا نعطيك الجزائر ما ترشحتش رغم الهيئه الاعلاميه الكبيره للمنتخب الجزائري بكل نجومه، معناها رياض محرز، محمد صلاح ما ترشحش للمونديال، دونك في اعتقادي اوكي ما لعبناش بالباهي صحيح معاك، لكن حتى المنافس ما عملش فرص ايضا. والله انا يمكن انت يا سامي هو شوف هو عنده الحق، لكن تعدى السيء، هو يحكي على كوب دي موند، يحكي تويكا فيزافي الكوب دي موند، فيزي في الكوب دي موند، يحكي النقايص اللي تويكا صايره انا حسب ما فهمت اللي مش تصير لنا في كوب دي موند. هذا يمكن هذا نشوف. شوف انت في قسم تقرا باش تعدي باك الاولاني والثاني والسادس نتاع القسم ما نجحش، وانت نجحت بصعوبه، ما يسمكش تقارن روحك. انت تقول لي الجزائر ايطاليا جمعيتي معناتها ما ترشحتش، مش معناتها ايطاليا ما ترشحتش. لا شوف المنطق مش هدايا، المنطق احنا قلنا هذه مش اول ترشح تاعنا لكاس العالم، اول حاجه مش اول ترشح تاعنا لكاس العالم، شنو المستوى اللي مو الهدف هو الترشح الى كاس العالم وما بعد كاس العالم، شنو المستوى اللي قدمناه، شنو الرصيد البشري اللي عندنا. تو تكلم محمد سليتي قال حاجه، قال احنا عندنا ميليو تيرا، انا نقول له عندنا نصف ميليو تيرا، عندنا ميليو تيرا قادر انه يفك الكره، انه يعمل الكوفرتور، ما عندنا دائما المشكله الكبيره اللي في الفريق الوطني منذ سنوات فماك 20 متر و 30 متر ما بين معناتها ما بين وسط الميدان والواح. قال هو نعرف ما حبش يقول اشياء اخرين، اليوم باش نمشيو لكاس العالم بلاش حارس مرمى، مازلنا ما نعرفوش مساله حارس المرمى، اليوم باش نمشيو بكاس العالم وظهر بالواضح مش في المباراه هذه يا برك عندكش اكس بدون هجوم ما عندكش اكس، لا لاكس تونتو اي هي تونتو اللي هو لاكس. انا حكيتك سعيد من غير تفصيل يا اخويا، انا تو مثلا يعني كلامه هو لو جيك نحكوا كوره، نحن ترشحنا والحمد لله من غير ما ماركينا حتى بونت، لكن ترشحنا هذه الحاجه الباهيه اللي العبره بالخواتيم، ترشحنا وعندنا الوقت باش نداركوا. لكن اللوم تلوم اول حاجه قبل كل شيء على النقايص هذه، تلوم انا واحد من الناس نشوف انا اللوم يعني الربح هذايا والترشح هذايا بين برشا بوزيتيف للايكيب ناسيونال، لكن نيجاتيف للجمعيات وللمسؤولين نتاع الجمعيات. كيفاش انت 5 و10 و15 سنه وانت مسؤول في جمعيه وتلعب في الشامبيونات وما خرجتش انت حتى جوار في جمعيه، يعني كنقولوا كان كل الجمعيات الكل ما خيرتش انت افون سونتر، انت تلعب بلاش افون سونتر، مع احترامي للجزيري والخنيسي اللي هو مش حاضرين. مش حاضرين بالكل. باهي الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه اللي انت ما عندكش اكس. محمد علاش في النقطه نتاع الهجوم تمشيو للاكس، علاش قلت مش حاضرين الخنيسي والجزيري؟ كمل سؤالي وفقط بعد جاو، خاطر ظهروا لي الزوز عملوا بدنيا اوكي ما خلقوش فرص للقدام، ممكن التوجه نتاعنا خاطر كان دفاع، لكن بدنيا قلقوا برشا طلوع الكره من الدفاع. انا مش مفسر، انا مش مفسرهم لك انا، لانه الجزيري والخنيسي ما همش كيف كيف، تو انا خدمتي، لكن الجزيري والخنيسي ما همش كيف كيف جمله، ستيل دو جو ما همش كيف كيف جمله. الجزيري باغارور، انسى جوار باغارور، يحب العرك ويحب الالتحام، يربح كورته هكا. يشبه لك شويه؟ باهي، لا مش نقول لك يشبه لي شويه، هذيك حاجه اخرى. لكن هو باغارور، لكن انت كي تحط باغارور مع ديفونسرات وين وهاربين عليه في الباغار، في هو في نقطه قوته هو هاربين عليه، يعني متوسط قدامهم هو، يعني مش ياخذوا عليه الهف وما يلقاش روحه، بريمو
سوكوندو مش يتعب من غير ما يلقى لي سوليسيون لاصحاب. الخنيسي العكس، الخنيسي شو ولا يعمل؟ الخنيسي بعد الفتره اللي بعد على ليكيب ناسيونال ديسو مورالمون، شو ولا يعمل؟ ولا يحب يرجع الثقه نتاع العباد فيه، ولا يرجع لتالي، ولا يحب يفك، ولا يجري كيما جات من غير مخ. ونحن محتاجين قدام الكاش، شو من دخلك انت؟ نحن قوتنا في الديفونس. بالك شي خط البلوك طايح. لحظه، لا لا، انت بلوك طايح وما بلوك طايح، لكن بلوك واقف. نحن قوتنا في الديفونس، في البلوك نتاعنا ديفونسيف، نحن قاعدين نقبلوا في اللعب. لكن الكرة اللي مش تخرج مش ترتحك انت، ترتحك انا ديفونسور وكانا بيفو. تشدها تشدها، يلقى الخنيسي راجع من الديفونس للاتاك، يلقى روحه حتى في لي زابيل روتار. خلينا نتناقش معك شويه محمد، ما عندوش الخصال نتاع بشد الكرة اللي هو نقاط قوت، وانت توافقني عليه وخدمتك هذه. يطلب في البروفوندور الخنيسي. السليتي يشد الكرة، المساكي يشد الكرة، بالعكس يلعب افون سونتر وحده. ما عندوش هو السيستم اللي نلعبوا به البارح، جوارات الكل في المخ، في المخ كلهم ديفونسورات، كلهم هابطين جرينتا واحده، ما نخسروش ما نخسروش، هابطين باش ما نخسروش، الكل جرينتا كلها ترجع، سليتي يرجع ويخرجها، مساكني يرجع ويخرجها. حتى في اخر ماتش شفناهم كلهم بايلوا. لكن الخنيسي انت مطالب شنو؟ انت مطالب باش تلعب بذكاء، تلعب كافون سونتر، تطيح الكره على اليمين وعلى اليسار، خاطر علاش باش تقتل نقطة القوة نتاع ليكيب ادفيرس. محمد محمد جوست حبيت مانيش مخالفك، لكن أنت تتكلم على منظومة كل ماشية مع بعضها، مش بعد يوصل هو يعمل الرول نتاعو هذا لافونسون. تكلمنا على اللاكس والمشاكل اللي ثم في اللاكس وتغيير اللاعبين وكل اللي هو كان من نقاط القوة نتاع الفريق الوطني. ما ثماش عقل مدبر في الفريق الوطني هذا، ما ثماش. معناتها أنت قلت فوق الجيران تقصد، قلنا اي قلنا جارديان، قلنا ثم مشكلة جارديان، ثم مشكلة اكس، ثم مشكلة كبيرة نتاع ام منور دو جو. صحيح معناتها وقت يقولوا منور دو جو يقولوا لا لا ما عادش كيقبل، ما عادش نمرة الفو، معناتها يلزم اي نار نار يقولوا ثم ام منور دو جو. دونك الكرة ما تخلطش، ثم دقاب، ثم 20 30 متر ما بين الميليو تيرا وما بين لي زاتاكون. انا شخصيا انا نشوف انه ال 20 متر هذوكم نجم يكون معناتها بدايه حل المجبري، خاطر المجبري إلي بون في الرول هذايا. مساكني لي باز ان مونور دو جو، انت وقت تلوح الكره لاتاكون يل بو افوار سعد بقير ينجم يكون شوف سعد بقير، شوف لو نيفو ما ينجمش سعد. سعد بقير نا با لو نيفو فيزيك، يلعب في ضد الهلال السعودي والنصر السعودي في فرق كبار. لا لا لا، شوف اسمعني اسمعني، ان با شوف وقت تبدا هو في السعوديه يلعب اون ديس كلاسيك كما كان في تونس، ثم ان ديس كلاسيك تجيه الكره نظيفه وياخذها، وعنده 5 متر هونيه وعنده 5 متر هونيه، ويغزر كما يحب على اليمين وعلى اليسار، ويغزر لافون سونتر ويعمل اللي يحب. وقت كورة ما تخلطش للاتاكون ما حاش تنجم تتكلم على خدمة تاع اتاكون. انت جيت تاو الخنيسي، الخنيسي قوة نتاعو برومي اي دوزيام بوتو، وصل للبرومي دوزيام بوتو باش ينجم هو يخدم، ما خدمش. اون سكي كونسيرن معناتها جزيري، سيف الدين الجزيري برشا مرات الى بالقوة ولا معناتها بالكوفرتور دو بال ولا اون اجيليتي وصل فات لادفيرسير ديريكت نتاعو، وبعد يرجع خاطر ما حد شيء، ما ثم حد شيء، ما ثماش جوار باش يتك عليه، ما ثماش. جوست نحب نحكي على نقطة مهمة جدا، هو سيفري معناتها لعب لي 5 ديرنيير مينوت. انت تشوف السخيري يلعب في شتوتغارت، وتشوف السخيري نتاع الفريق التونسي. انا سخيري الى يومنا هذا نترقب باش نشوفه، نتاع كولن اي نتاع كولن سامحني، السخيري مع الفريق الوطني التونسي الي دون سي ماكسيموم يا سيدي نقولوا ال 40 متر نتاعو. علاش لا ما نقولك علاش، انا كان تسمح لي نقولك علاش. اي مستمتع انا بالنقاش بيناتكم الزوز، هو كلامه صحيح. السخيري واش نقولك علاش، السخيري في جمعيته يلعب الاز، يلعب مرتاح، عاطينو الرياحيه والمطلقه، وين يحب يمشي. نحنا في الستيل دو جو تاع ليكيب ناسيونال نلعبو 3 بيفو، يعني هو حادين له من صلاحياته هو سي اوبليجي ما يلقاش لعبه اللي كان يلعب فيه غاديك. علاش؟ خاطر ما عندناش محمد تكون يلعب مش جوار تكنيك، هو مش جوار تكنيك باش يتاقلم لك، يولي نجم يلعب لك في سباس ريدوي. لا هو انسان فولون،
يحب يجري، يحب يرولونسي، يحب ياخو راحته، ماذا نجمش. بالكونت شفنا العيدوني البارح مع عدى ماتش كبير. العيدوني يقول لك شنو هو الفرق ما بين العيدوني، العيدوني لونترونور في هذه طلعت كي شنو عمل لونترونور؟ يحط كل واحد يتكامل مع الاخر. حتى الشعلالي، الشعلالي ناضج تكتيكيا، هو يلعب يرشا في الافريق ويلعب مع الاسبيرون، ناضج تكتيكيا، لكن يلعب اوردر مخه، يلعب وحدي، انا نخلق اللعب. العيدوني لا، العيدوني يصلح اللي عمله الشعلالي، ذكي اللي عمله الشعلالي، الفاي اللي خلاها الشعلالي يعبيها، اللي خرج يقص وراه الشعلاني، ياخذ ويمشي مع لبالوش ويفك مع لبالوش، يمشي منه يمشي منه، هو السوفي مشى من هنا، العيدوني حتى يكون غادي يرجع يسكر. العيدوني ذكي لاخر، ناضج تكتيكي. فهمت. على هذاك هما يعني اسخي عاش قلت لك انا الصغير، نرجع للصغيري، الصغيري في الحال في الامور هذه يلعب لعب اوروب، ما يلعبش مثلا مازال ماهوش ناضج يتاقلم مع الوضعيه اللي هو فيها. سامي لعبنا دفاع مبالغ فيه، خذينا شويه ريسك في زوز ماتشوات. هو شوف وقت تهبط باللاعبين هذوما ما تنجمش تلعب بطريقه اخرى، ما تنجمش تلعب بطريقه اخرى. شوف التابلو نوار، هو كور ويعرف وقت يجي وما يعمل الخطه بتاعه. التابلو نوار معناتها وقت المدرب مرات يقول له اسمع انت باش تعمل هكا وباش تكوفري من هوني وباش تمشي من هوني وبعد باش تعطي الكوره وبعد باش تقدم. لاعب اللي ما نجمش وما يعرفش يعمل هذاك ما نجمش يعملها. احنا اون سافي تري تي بيان من الاول بكل انه مش تكون هذيك معناتها الاستراتيجي دو ماتش. من احنا دائما نطمعوا طمعنا نقولوا ان دي دومي شعلالي لو في الاسبيرونس، ان دي دومي يقدم يعمل السور نومبر، يقول لك باهي ما تكلموا برشا دراغور ومعلول ما نجموش بيعني معناتها يقدموا. دونك وقت تقول لي انت الدفاع المفرط لانه هذوكم لي شوا اللي عندك. والمشكله في الفريق الوطني هذا في السنوات الاخيره انه وكانه ما ثم كان اللاعبين هذوما برك، وكانه ما ثم معناتها طريقه الا الطريقه هذه نلعبوا بها. احنا راهو الطريقه هذه كنا نلعبوا بها، لعبنا بها الكوب دافريقيا اللي في بوعزيزي واللي في شكون واللي في الشادلي واللي في النفطي كل مي شادلي تلقاه مرات معناتها في لي 18 متر تلقاه اون سوتيان الاخر كيف كيف. اليوم ما تنجمش تطلب هذوك. شفنا شويه بالرمضان في 18 بالرمضان. شوف كلمك بالرمضان، شوف بن رمضان دو شوز لو، اما تعطيه لو رول كي سي ا سي كاليتي سي في سي ان جوور يعرف يفك الكره، لكن سي ان فيريتابل نيميرو 8 على كلاسيك، جوور يعرف يلعب سقي، يحب السوتيان، يحب يشوت، فهم وقتها في الكونفيغوراسيون هذيك. ايضا بالرمضان اللي بالنسبه لي انا حقه عنده مينيموم عام تيتولير معناتها انكونتيستابل في الفريق الوطني هذي، باش تنجم تعطي ان ستيل اوفنسيف للواحد هذايا بالرمضان في الكونفيغوراسيون هذيا باش تقتل لي كاليتي. اتون كمل نحكيو على المقابله فقط، فاصل قصير سهيله في الاخبار وبعد